قبل ما نروح معاك للماتش النهائي، تعالى برضو في ضوء مشاهدتك للقائي الذهاب والاياب ما بين الاهلي وفاق سطيف، تعالى نعرف منك اكتر ناس كانت واخده عينيك في ارضيه الملعب من النادي الاهلي. هتلاقي مثلا اكيد الاراء هتختلف من واحد للتاني، لكن غالبا هتلاقي ان بيرسي تاو من ضمن الاسماء اللي دايما بتبقى واخده العين بتحركاتها وبالخطوره اللي بيشكلها. حد زي عبد القادر، يعني انا شايف تعالى نقف عند الاسمين دول مبدئيا. تمام، انا شايف انه يعني في ناس كتير جدا جدا يعني بتشكك في بيرسي تاو لانه بيضيع اجوال كتير، ولكن انا عندي بيصنع اجوال اكتر. بالظبط، انا مش قصدي ان هو دي حاجه سلبيه او هي زي ممكن تتعالج مع الوقت، لكن اهم حاجه ان اللعيب ده يكون عنده فعلا قدرات وعنده رؤيه وعنده فيجن واسع، او عنده يعني عنده حاجه هو شايف، يعني عنده هو لعيب بصير كويس جدا، لعيب متحرك كويس جدا، لعيب بيقدر ينقل الفرقه من نص الملعب او من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بشكل صحيح. كويس، تحركاته كلها واعيه جدا، شايف الملعب بشكل اوسع، متعاون مع زمايله بشكل كويس، بيأدي ادواره الدفاعيه الهجوميه. يعني انا شايف ان هو عنده مميزات كتير جدا بيرسي تاو، ومؤخرا بدا يسجل برضه بشكل كويس في مباراه وفاق سطيف على ارض ملعب النادي الاهلي ملعب وي. انا شايف ان هو قدر ان هو يقدم مباراه كبيره، احرز من خلالها هدفين وصنع هدفين. شايف ان هو لعيب بيفرق كويس جدا لما بيكون في الحاله بتاعته المزاجيه. انا بحس ان هو لعيب مزاجي اكتر، هو لعيب بقدرات عاليه جدا جدا، ولكن بيحتاج عوامل نفسيه، بيحتاج يتعامل نفسي كويس، ما بيحتاجش الضغوطات قوي. يعني هو من اللعيبه، هو يعني بيرسي تاو دلوقتي بقى بيحل لك مشكله كان بقى بيعمل لك واجبات قفشة دلوقتي، حتى لو ما بتلعبش بقفشة في الملعب. يعني لما بتحب تلعب 4-3-3 او 3-4-3 اللي هي ما بتحتاجش قفشة، اللي هي 4-2-3-1 اللي هو رقم 10، لما بتحتاجش تلعب برقم 10 بيرسي تاو بيكون على الطرف وبيضم لجوه، بيعمل لك شغل قفشة، يعني بقى بيعمل الواجب بتاعه اللي هو وينجر بلاير، بدليل الاسيستات اللي بيعملها بنعوم. بالظبط، يعني انت المباراه اللي فاتت وفاق سطيف هو عمل نفس الاسيست، واحد من ناحيه اليمين وواحد من ناحيه الشمال. الاسيست الاولاني عمله لمحمد شريف، استلم وعمله لمحمد شريف من ناحيه الشمال بتاع النادي الاهلي، وبعد كده امبارح برده في مباراه وفاق سطيف في المباراه امبارح برده استلم وحط لشريف برده بنفس الكيفيه وبنفس الباص السهل ده اللي هو ما فيهوش مشاكل، بيجي من على طرف الملعب، بيدخل في العمق يستلم ويعمل الباص لمحمد شريف. فانا شايف ان هو بيرسي تاو اضافه كبيره جدا. احمد عبد القادر بقى، عبد القادر نوعيه نفس، يعني انا شايفه انه احمد عبد القادر مستقبل كبير جدا جدا للكره المصريه مش للاهلي بس، يعني انا شايف ان هو مستقبل كبير جدا، لعيب عنده امكانيات كويسه جدا، عنده استغل الفرص اللي بتجيله، لان بالزبط. مش اي حد تجيله فرصه ويقدر ان هو يثبت نفسه، شفنا اسامي كتيره ما استغلتش الفرص بلا ذكرها دلوقتي، عبد القادر من الناس اللي استغلت صح. بالظبط، وهو كمان لسه هو من النوعيه اللي بيطور من نفسه بشكل دائم ومستمر، يعني انا شايف ان هو بيتطور. يعني لما جه الاهلي في اول مره ما كانش بنفس قيمه اللاعب، بقيمه لعبه، هو اتطور، بقى تقيل في الملعب، ما بقاش لعيب صغير، لا بقى لعيب تقيل. ليه؟ عارف بيتحرك ازاي، عارف امتى يباصي، امتى ياخد قرار، امتى يسدد، امتى لما بيروح على المرمى ما بتخضش، ما بيحسش انه الموضوع ان الزوايا مقفوله، ان انا مش عارف اباصي. القرارات اللي قدام المرمى دي بتحتاج شخصيه كويسه، بتحتاج واحد طول الوقت رافع دماغه لفوق.